هل المعصومين يوحى إليهم أم لا يوحى إليهم؟ تفضل. يوحى إليهم؟ نعم يوحى، واسألني كيف. الإمامي بعد أن يقول أن الأئمة يوحى إليهم، أنا سأتحفه بكلام لعلمائه في مسألة الوحي والإيحاء. يقول هنا في كتاب أصل الشيعة وأصولها لآل كاشف الغطاء، يقول: ويعتقد الإمامية أن كل من اعتقد أو ادعى نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو نزول وحي، نزول وحي هذه سجل عندك، أو كتاب فهو كافر يجب قتله. إذا لما يقول أن في نزول وحي بعد النبي بناء على رأي آل كاشف الغطاء أنه كافر يجب قتله، إذا بهذه الطريقة أحمد الإمامي كافر على رأي آل كاشف الغطاء ويجب قتله. أصل الشيعة ما دعوت إلى قتله. نعم. هذا كتاب أوائل المقالات للمفيد. يقول: والاتفاق صفحة 76، والاتفاق على أنه من يزعم أن أحدا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فقد أخطأ وكفر. إذا بناء على رأي المفيد يعتبر أحمد الإمامي كافر بناء على رأيه.